دعوة غير متوقعة أطلقها المسؤول الأردني الشهير، والتي أراد من خلالها أن يقدم كل ما يمكن من مساعدات للأشقاء في محنتهم، لكن الحد الذي وصل إليه في طلبه هذا تجاوز الكثير من الخطوط الحمراء ودفع أعلى الجهات للرد عليه. مأساة تؤلم القلوب وتبكي العيون يعيشها أشقاؤنا منذ نحو 5 أشهر، والتي بلغت أقصى درجاتها في الأسابيع الماضية مع قلة وصول المساعدات إليهم، وهو ما تسبب في أزمة إنسانية كبيرة بلغت حد المجاعة وفقدان أبسط مقومات الحياة الآدمية. وبسبب تلك المشاهد المؤلمة للنفس، بدأت تتعالى الأصوات بضرورة تقديم كل ما يمكن لمساعدة الأشقاء. لكن الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الوطني زمزم رحيل الغرايب كان له اقتراح أثار حالة واسعة من اللغط في الأوساط الاجتماعية، حيث اقترح على كل جهات الإفتاء ورجال الدين في العالم العربي والإسلامي إصدار فتوى توجب جمع كل الأموال التي يتم إنفاقها في رحلات الحج والعمرة لهذا العام وتقديمها للأشقاء لمساعدتهم في ظروفهم القاسية التي يعانون منها حالياً. وأثار هذا المقترح عاصفة واسعة من الانتقادات، حيث خرج الكاتب والباحث الإسلامي ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق في مصر سعد الفقي، وأكد أن هناك وسائل كثيرة لدعم الأشقاء دون الجور على فرائض إسلامية لا يجوز المساس بها. وأوضح الباحث الإسلامي سعد الفقي في رده على اقتراح الغرايب حول رصد أموال الحج والعمرة لهذا العام لإرسالها للأشقاء دعماً للإغاثة وإعادة الإعمار، مؤكداً أن هذه المقولة باطلة وتصطدم مع ثوابت الشرع الحنيف، وأضاف أن المسلمين يستطيعون مساعدة الأشقاء لو أرادوا، فهم يمتلكون مقومات المساعدة ومليارات الدولارات التي تقبع في بنوك أمريكا وأوروبا، يكفي جزء يسير منها لمساعدة أهالينا المحاصرين. وقال الفقي: لسنا فقراء ولكننا لا نحسن التصرف، موضحاً أن مقترح الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الوطني رحيل الغرايب الذي يرى استصدار فتوى بحرمان المسلمين من الحج لا تجوز شرعاً، فالله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله، لا سيما إذا كان الحج للمرة الأولى وهي المفروضة. لكن الفقي عاد وأكد أنه من باب فقه الأولويات يمكن لمن اعتمر مرة أن يدفع بتكاليف العمرة الثانية للأشقاء الذين يحتاجون للمساعدات، وذلك لأن الحفاظ على الأنفس أهم وأبقى من تكرار العمرة لمرات، لا سيما أن العمرة من السنن بخلاف فريضة الحج. فهل تؤيد مقترح رحيل الغرايب أم ترى أن الأزمة في الأمة؟